بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دوادة برنامج كني قيمها بدنا فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون وبرنامج تضباط الله وحان يدين سوى دياريسي منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية برنامج كان وحاد أسلوين كيسا كسوة غاشين كرتان سناديق دم سايتا كودة كان إيميل كي موصدوا لها هاي إحسان ميديا @gmail.com sidoo kale barnaamijkan waxaad dib markale uga daalacan kartaan webpage-ka ay maasadu leedahay ihsanmedia.com iyo .net ama YouTube-keeda ihsan media fadhigeenan caawa fadhigeen 20aad taariikhdu maanta waa xaweeye 5ta bisha muharram 1438 oo waafaqsan 6da bisha 10aad 2016ka su'aashaynan caawa ugu horeysa raqamkeeduna waa 342 wuxuu leeyahay saailkan assalaamu calaykum محو يهي حكمك قفك إنكرسن أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام أما أرانيا قرآنك وحي وافقسن أيان قادنيا أما أرانيا إساقو كجس جسيا وأحاديث فرق الرمسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى. شبه داس أما فلسفة داس حديث النبي صلى الله عليه وسلم لغو إنكريه وفلسفه الرئيسيه معتقد قديم وفرق ذي الانتقار كم إذا أي لي مدين كو معاصريننا أي إلى يهد قبان ويا علماء المسلمين تسي اسلو قول يهين احاديث النبي صلى الله عليه وسلم روح انكره انو قال يهي اوصى المسلمين تكتر سنين بيسلو قولي سيدا سدراديت با وحي قال يسيين ويو اركان ليس المسلمين تكتر سنين في القدر اللي إلى هذا القرآنية أما يسكم عوضي وإنت أصلها أنك ترتشي بالقارة الهندية فأصلوا كدي من عالم كأفكار توضقوفها في سنت صوتنا وحي تهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث تيسو إن وحي تهي مصدر شرعي أنا أي تهي ونرش لك قادنا يا عقيدة يا عبادة يا معاملة بقى وحى شيغي قران كريم كايات فربضان وكمد وان سنه للراعى امري وامد لباد قران كريم كالوغما عمل فالكرو الا سنه عدين تيدا ان للا قاتموي مثال حواء شنت اركان الاسلام كا قضب كي صلوات وصلاه صلاة لما تكنكرو هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل لو تكذا لما قرنا يوم لأن القرآن كواد دوبي حديث النبي كنا واشر أحد وافه فايس سكدي بالام إذا قاب سكن لو بحي لما قرنا هذا حديث صلى الله عليه وسلم يقاب كوشر أحد وافه فايس صون كي بالام إذا القرآن كو أحكام دو دوبان بو شيغي لكن تفاصيل أحاديث تابعس قاب كي لو سومي لها سؤال بو باين حج كي باسدو كلا القرآن كو أحكام بو شيغي لكن تفاصيل يففاهين تحاديث تنبي قاب يا شيخ صلوات ربي وسلام عليه ساس تلاديد سيل لو عبادي سنة يا ويدين تينا لو قرد قميا وقرآن كي لو قرد قميا هدي حديث تلاين كروه marka inkiraada ahadiistu waa inkiraada quraanka waa nin quraanka meel uu soo maro waayay oo ku dhiiran waayay quraanka inuu inkiro baa wuxuu rabaa si quraanka uu ibtaaliyo inuu ahadiista u soo maro laana ahadiista hadii meesha laga saaro quraanka ku amal falkiisu waa adkaanaya marka waa fikirka zanaadiqada zanaadiqada dadka diin laawayaasha ah ee doonaya waliba inay diinta dumiyaan وقصتك حوته ودولانك ايا فكرك انت بضن وته
نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه وكسي والرمائن إيمان دونان حديث وكم إذا حديث كالمقدام ابن معدي كرب الكندي صحابي قاس النبي كورني صلى الله عليه وسلم يا نبي قلنا صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه قرآن كالليسي مد قرآن كاللم إذا نواليسي قرآن كالليسي مد لم إذا نواليسي وحديث ألا يشك رجل شبعان على أريكته مييسا دوي ويدو ذهي نن دركسا أو دبرسا أو سرير تيسا كدن جيغو أو كدل فردية أو أرانيا عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ونن دركي أو دركتاسي حلقة وضع وحي كنتا فهم حما يهرت كنتا مركز عنتظر إسكبر السود دركتو أو دبرتو فهم حما يهرت الدميني ما وحي كنتا وحاكله كنتا عقل يري حماقنا وحي كنتا وروح مركو درجو تمتعو عدون ككوفيت صدر كبري إسلوينا إيو إنه قدر كيس الجرم وعي دالسا مركميد أحمقة ونعسة أردن ككلنا الدنيا شيدتي aya iska imaanayo sariirtiisa isaga dangiiga markaas uu leeyahay quraanka aanu ku filan wixii aad quraanka ku aragtaan qaata wixii quraanka laga waayana iska daayo wax jira ma kuwa kaas kuwa noocaas ah iimaan doona bu nabi guur salaatu rabbi wasalaam alayhi aqliyan marka uu nabi ka si waramay waxii ku yimid waan ahmad iyo abu daawud iyo tabarani iyo bihaqi qir kod basoosa hadithka almuhim culimada muslimiin tu isku wasal ogol yihiin ruuxa hadithta diida أما قار كم إذا إنكراي قال لي مديس الإمام ابن حزم عليه رحمة الله وحليه ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأم هذو الروح يده هذو أم نقول وحي القرآن كأن كه الله أم بان قاضنينا قال وي ومدر ننو اسكوا فقصن قال لي مديس وحولي وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال نينك سيدا لنا وكافر مشرك وديكي سي حوله سبب نايه مركا حديث النبي انكراد ديضو وإريد لغا سوق قالوا قرآن كإنكراد ديس روحا سينا كمتر سنة مسلمين هدو سي چس جسو يلا دا واقع عن كرمسنا وقال نما قال نما لغو سيدا لي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما الله يا آيات كيسي رسول كيسات كوشي سيسيسا فعبها عذر دارين واد قالوا ذين بالي هذه الدين تأيي أصول شهدي مبادئ روح كوشي سيسيسا انت هزا قال لما أغفلا مركا وكفر مغلط أوا وقال لما علص ويان إسا صاروه والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالنا سدح بقول فرتنا سدح وحسائل كان ليه السلام عليكم شيخنا ملسومي كره دي عاشوراء كوبيغانتو مالين سبتي عاشوراء ومالك التبناد بيشان ام كجيرنا محرم مالك اذا التبناد با عاشوراء ليده هذا سدا حديث النبي كو سغان في الصحاح والسنن ان الصوم سنه طيب سؤال واحد تمرك مالين كاس أو السنة هيد إن للصومه هذاي مالين صبت يكو هجاكتو ما للصومه يا مثل للصومي معي الصحيح وحويان ولا للصومي سيدا صح لا هذاي صبت كو هجاكتو هذاي أحد كو هجاكتو هذاي شمعة كو هجاكتو ولا للصومي حاكة كتوسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكتوسة يسا حكم إذا حديث كأبو هريرة في الصحيحين البخاري ومسلم صارين النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده متكين يصن مالين تجمع عدد الصوم إلا إنه مالك كهر يلا الصوم أما مالك كدم بي يلا الصوم موي مالين تجمع عدد ما حكدم بي ها مالك كدم بي والسبت ساس دراد النبي وحلي روحي جمع صومي سبت دنها صوم صوما وحكتو سي سيدو كلي حديث عبد الله بن عمرو جويريان و لو اسنادية وانا سيدو صحيح كوسو بخاري جي. النبي صلى الله عليه وسلم جويرية من تحارث بوسو قلي مان جمعة يضو صوما
مركز وحكوري أصومتي أمسي شالي ما صمت جويري خميستي ما صمت مركز وحيتي المايا أفتريدين أن تصومي غدا بقول بري أو السبت إن صمت مرتا أو جمعة ما أنت قدرت مركز وحيتي المايا مركز النبي صلى الله عليه وسلم فأفضلي أفر مركز هذا جمعة كلية وإن صمت ربط وهذا الخميس نلسوسوني السبت دين الله صمت أنا آذن ربين أفر بقول صون كتشبي حديث كاسين وحديث سوغان أصل كيسون وحكوية لا صحيح البخاري محوط الماما يا مركا جمعنا مالك كدن بي السبت دا إن صنة دا للا سومي كري وحاسد وكالت الماما يا حديث شحضة دا لشكو خلاف سيا هاي أو كم إذا حديث كأم سلمة رضي الله تعالى عنها وحيت النبي الصون كي سوحو أبدنا شري سبت دا إي أحدا وحنا ليه ترى وما لما مع الموضوع قالوا ذو عيدو وحن شعلها إن أنك خلافه أحمد طبراني حاكم يبيه غير كتب صوصاري علماء قالوا تحسيننا يعني شيخ الباني مر نواسقي مر نواكلابتي مر نواسقي حكم كيس واس خلافي حديث كاسجا طيب وحنا كعدي هاي إنه النبي قسومي ترى السبت ذا يا أحد وححو تنا يا حديث كعائشة رضي الله تعالى عنهما أو ترمذي صوصاري وإلى ذا هاي كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين بش النبي وحوك سومي تري سبت ذا إي أحد إي اثنين بش كلنا وحوك سومي تري ثلاثة ذا إي أربعة إي خميس حديث كذي الإمام الترمذي باورينا يا وحونا الرجحة يا سيد هذا الكيس كان منقطع إنه موقوف على عائشة يا هذا موقوف يا هنا كان مرفوع عابي سعوتشنا يا سيد أصدر هذا وعلى سومي كرا سبت ذا سنة أن يدا لغو خاص يلين هذا يتهي أما جمعة لله الصوم أما أحد كدن بيس الله الصوم لا مانع وحكوي مت حديث الصماء ورسول كور صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ما أنت السبت ده هالصومين إلا صوم واجب ولا يدن كفر دي يلين مويل فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة متكين هدوسن وح كلهرين إلا علب دير كيموي أو عود شجرة أم جد لانتي موي فليمضغها على اليو وح كل هداد ويدو جد لانتي أما علب دير كيس وح كل هداد ويدو الله وضعها شكو أفر أضيف الصبت تهي واجب وحنا هاي والصناعة حديث كاسي أحمد يا أبو داود يا ترمذي والماجه يا داريمي غير كود بصوص هاي وأنا حديث ليسكو خلاف سيها سجنانتي سنة ولسكو خلاف سيها هاي دلالتي سي درايدي سي معنوه فائدين أنا ولسكو خلاف سيها جماهير العلماء محدثين يفوق هذا سلفا وخلفا وحي أبدينهن وحالقا ودا حديث كصماء ما أنت الصبت دا ينصون لغو خاسيال نهي وهلكا سوكو دعايا سيداس درادة هدي أما جمعات الله صو صومو أما أحد كذب بيسال الله صومه حديث كان صماء كما صاف سنة حديث كان نهي وحكاه الله يا الإفراد سيدة شمعة أنصون لغو خاسية لكرين سنة أيان سبت دون صون سنة لغو خاسية لكرين لكن هدي ماني لغو هرمري أما لقدم بيسيو سبت نوال سومي كرا شمعة نوال سومي كرا سيدة سوى مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا شيخ الباني عليه رحمة الله ومسألة خلافي جماهيرته أسأقول لبا قول بلي قول كيسي هو الجمهور تقوى فقه قدال دمنا وكلا بطيو حتى هدي مالي لقهر مريع ما لقد دم بيسيو لمسو مكربو لصبت وحن واجبه ظاهر كاسو سيدة أصدر هديت هدي فهم نقطه فهم كجماهيرته يقابك يا حديث تيسوا فتيين أيها كحوك بدن قابك الشيخ الباني غير كي أي مرين ورناها هي السبت صنو نبل لما سومي كري ساس تراديد صوما ولبو حاي إنه حوشين يا ما نك سجالات عشرة صون كير وح الصناء إن ما نك كهري سجالات نلا الصوم والنبي جينا وحول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا إن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسعة هذان قارو صنة كصوص عضة ما نك سجالات بنصومي دونا النبي صلى الله عليه وسلم ما نك سجالات علمته حكوفة سيرة سجالات من صومي
tobnaad waan ku daraya. Saas darad ba Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri Ashura oo maalinkaasa tobnaada ama maalinka dambeysii ama maalinka horeysii. Marka si aad xoga khilaafkana uga bax sunnadaana u waafaqdo iyo xadiiskaas haday sabti ku hagaagto jumcada la soo ama sabtida iyo xadda isla soo markaas wax way okay wallahi aala jazaak allah khayran su'aashina 344 wuxuu leeyahay saailkan assalaamu calaykum ducada maalinka carafa aqbalkeeda ma waxay gaar ku tahay dadka xujaajta ah mise waa shay caam oo dadkan xujaajta aan xajka aadin iyaguna waa soo hosgelayaan sida xadiidka daahirkiisa ka muuqata khaas kuma aha dadka carafa jooga ama xajka aaday ee maalinkaasi ducadu waxay ka mid tahay meel walba la joogaba acmaasha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu fadli badan maxaa yeelay xadiidka imaamu tirmidi soo saaray wuxuu leeyahay khayru ducaa'i ducaa'u yowmi carafa duca waxaa ugu khayr badan maalinta carafa ducada la ducaysto marka ma dhihin xujayday khaas ku tahay dadka xajiyey ee banka carafa jooga iyo dadka aan teginba maalinkaasi ducadu waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay ugu jecle acmaashay ka mid tahay midda labaad ducadu waxay soo xusgelaysaa xadiidka cabdullahi ibn cabaas fi saxiix albukhaari ee uu nabigu dhihi jiray sal alay slam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna maalmahaas bisha bilowgeeda ilaa tobankeeda tobankaa beri camal la sameeyo waa maalmuhu ilaahay ugu jecelyahay ducaduna waxay ka mid tahay cibaadaadka ilaahay ugu jecelyahay si ahaanteeda saas daraaddeed ama xajka joog ama ha joogina maalintaa carafo in la ducaysto ducada la badiyo waa mashruuc waana la aqbali insha allahu tacaala wallahu aclam jazaak allahu khayran su-aashiina 345 wuxuu leeyahay saa'ilkan waxaan ahay wiil orod badan ma ka qayb geli karaa olombikada ciyaaraha adduunka anigoo matalaya qarankayga haddii ayaan cawradayda muuqanaynin orodka in lagu tartamo oo la orotamo horta asalkiisu waa mashruuc waxay ka mid tahay ciyaaraha iska bannaan nabigeenna orotamay sallallahu alayhi wasallam caaisha la orotamay orodkaasi marka waa nooc iska jimicsiya wax dhib male asalkiisu laakiin waxba laguma kala qaato hadday noqoto in wax lagu kala qaato khamaar buu noqonaya maxaa yeelay ciyaaraha sideedaba ciyaar wax lagu kala qaadanayo oo abaalgud ruuxa lagu siinayo oo inta loo tartamo jaa'iso loo tartamayo sidaana lagu wax lagu helayo saddex ciyaarood keliyata shariicadu ogolaatay in jaa'iso lagu kala qaato waana midda ku timid xadiidka abu hurayra radia allahu tacaala canhu waardaa rasuulku wuxuu uri sal alay wasalam laa sabaqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafir sabaqa waxaa la yidhahdaa waa jaa'isada iyo abaalgudka la siiyo ruuxa tartanka ku baasay sabaq baa la yidhahdaa marka jaa'isadaasi ma ay jirto ilaa fii naslin ya aw khufin aw xaafir yacni dir lagu toog dhisanayo ama leeb ama waran ama seef ama xabad ama madfac ama saaruukh wax la toog dhisada oo toogta lagu baranayo shishka taa wax waa lagu kala qaadan karaa talabaadna waa khufka khufka waxaa la yidhaahdaa bimacnaa waa geela tartankiisa waay geela lagu tartamayo isagana wax waa lagu kala qaadan karaa bishuruutihi ta saddexaadna waa xaafirka waa qoobleyda tartankooda oo fardaha dameeraha baqlaha iyagana tartankooda waxbaa lagu kala qaadan karaa saddexdaa waxaan ahay nebigu wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam maya lahwi kale iyo ciyaar kale iyo tartan kale oo wax lagu kala qaadan kara ma jiro xadiidka tirmidi abu daawuud iyo nasaa'i iyo keyrkood baa soo saaray tirmidi baa taxsiiniyey ibn xibaan iyo sheekh albaani iyo keyrkoodna way saxiixinaya waana madhab aljumhuur in ciyaaraha saddexdaa waxaan ahayn waxba wixii aan ahayn aan waxba lagu qaadan karin waa madhabu jamaahiiri ahlulcilmi wa sidaas daraaddeed orodka iyo muxuu ahay banooniga iyo ciyaarahaas kale iyo waxa lagu kala qaadanayo waa wax aan saxsanayn haddaa adiga iska ororordaysa okay laakiin jaa'isaan soo hoyiyey oo howl baan keenay
ومسألة لبعض أولمبيكا ترتمض هذا شروط إليه قيود بيليه ماشى الروح قلينا إنه قلي ووحش رعد خلاف صن ما بدأ يكرتوا بلاش كجسوا بحميس مركى ويرته حل عياره هي صلاة كسو هجاج يويكاتي وأدو أرضه هي وترتن كي كوش رميات صلاة كني وأول جاتي صوما مركى ماشى هسيميل يسكون مقيقة ما وحوق وضد أنه هو ترتمي مجع أرض سوهيين وحش شيء ماي مجع بنوني سوهيين وحش شيء ماي مجع أرض سوهيين الضل وحمق تري ماي فان فان يا مال ملا شيخ شيء وحنا وحش شيء ماي وحقي ماله هو وضد وسوهيين يا أم أمد أمد الضل مش ساس ترى ده أدرس كذا نيسو بنا نادا إسكا أرض وإسكا تميس والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال شيء إن سد حبقول أفرتني يشن وحلي هي عفوا سؤالي أنا سدح بقول أفرتني لح وحلي سائل كان السلام عليكم وحن لا هي حاس لكن حاس كي جا إيه هو يدي إسكو ما في عنا وحقد حي حرقف أدوين هو يدي وحيل هذا هي فرق بردا أنا جانا بردا وإن شاء الله هي محن سمايا حاس والله لا لكن هو يلا مهلا حاس هذا كلا تكتان صميت كل هلمي لكن هو يهذا كلا تكتان صميت كلا ذلي مجلس. وزلنا سي واحد كفر لذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحيد كان تحت امرأة أحبها وحن قبيب لهويني أنا ذو شعلا حاس أنا ذو شعلا هبان قبيب وكان أبي يكرهها أباه عمر نوى كهنشري سلان ذي ذا نوى أن شعلا أباه نوى نعبي هبي فأمرني أبي أن أطلقها أباه بأمرك وحي أمرنا فره تنصوما اسكسي دب فأبيت وان دي دب حوية أبو وان شعلا هاي بنان كي يقمر أني إسلانتي دي سوكان الدب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أرنتي ما النبي قوش هاي قيب ولي مركز النبي وحوري صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك عبد الله يوحاسك أغفر بكوي النبي صلى الله عليه وسلم يا أباها يلو يوركيس أطيع أباك أباها وركيس يا الإمام الترمذي وحديث كورنا يروح له وحديث حسن صحيح حديث كذا مسألة أصل وأه علماء دونا وإسكو خلاف سينهين قروح قبان سلا حديث كتلمام يجون كلا قادم وحيليه أما هو يها النقطة أما أباها النقطة هذه حاس كأوسا الربين أمر نقصي أمر قضية له السيدة سيد الضبان بحديثك أو قاضنيه طيب قل يانا وحي ليهن ما أمر كوالدك الله قاضن ما يرهر كالغفر ما رالي هو بالله قل يهاز وحي دليشان يان الإمام أحمد عليه رحمة الله بأن نمبا ويدي وحكوي لي إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي أبهي وحوي أمر يا إنا حاس كي يغفره أحمد إمحان سمية إمام أحمد حكوي لا تطلقها فورم بار أبا وركي سهيل إسلام تايس كفر مركزا نينك حكوي أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته سو عمر أبيه عمر سويل كيس عبد الله ما أمر حاس كاغا فور كد ابن سو نبي فور مدي أدوك محاذي لأذا حاس كاغا فور هاواني وحقرني مركزا أحمد حكوي حتى يكون أبوك مثل عمر إلى أبها كان نقض عمر وكلا عمر كأبها قودها كسي دين بول وأبيه عمر وكلا نقض كراهت ونقض كراهت وكوضا بمعنى وكوضا عمر كان محدثا عمر انت بدن حق أصيبك عمر وحو قنصدين وح سهلا ما نين عدالة كتغانا ماهين صوما نين سيفو دود ريركو بربوريانا ماهين هذين آبها عمر وكلام ميه هاي بوري جوابتوها مايا هذا الوركي سهيين بوري مارك هذا هي الإمام محمد عليه رحمة الله شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله ويساقنا لو يديي أساقنا ساسو كتشوابي وحيو لما بنانا هو يدا أمر كيدا إناد حاسك كفرته بل وحواجي بوري إناد هو يدا أنا باري أنقطه وأتقن عصو حاسك أغانا آدن سيدين محايا لي
والد كبار النمديس أما أبار النمس سمين تيس كمد ماها إن غير كاقات فرط شيخ سلام تيمي عليه رحمة الله مركا قول يساز إليه ونوح إليه حالة داسي عدي أي صور ورطو عمر أهاي كتمي داتكو موضع هذه اللي إلا هذا تشيتك هلا مرانا قريب بدن بأدومي ووالد كدقار وحاكو تشيرا اسكبا مصيري بصوما هو يو حضر كيسا كبا مصير سنو كقي ريسان ويل كيدو إسلام تأقاو ودمود يسابة سيد إسلام للاقبو كان فاب اسكبا مصير سن تاين والد كقار كم إذا ما بقي مين كروا قريقان إيا الدومين تيسيا ديب كردالان أيا والد كقار كودو حلقيا با إنه يسامن عقلي أهام بلقيا با إنه دمينيهين مركا يعني وحي ليهن هدي باب كالله فورا قريب بدن با الدومي سيدا السي قليها سمريا ماذا بصدا حد با تشيرا أو رهيا يعني حسن البصري وكسو أنت هتاسا أنكشيك ني أحمد يو ماذا بصدا حد با تشيرا أو رهيا تفصيلنا يوحو ليهي والد كالصببت أولي حاس كهلا فورا الله فيرنا هدو الصبب الشرعي ومعقول يهي مركا والد كامر كي سوالي يلي هدو صن شر صبب شرعي ومعقول أوصن أهينا وركي سلي يلي ماي سيدا أنا وحا مري الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أي تفصيل كان مري المهم هذا إسلوى ذكرتنا إسكوت والد كرالي قلي قنعي سصب يا يسود دبعي غير كاغان هايس هذا اللبا إسوكا قبط إن هذا هو يويد إيا إن هذا حاس كويد لبا هذا إسوكا قبطان جمعين كريوي سينا إسوا فاتين كريوي هذا هو يا كعلوسي سلان تنس كسيدا يا هو يي سلان ليس مدح سنكر واحد هذا سكوة دي ويدا واحد الله وضع هذا مدينة جويسة أي نقط هو يها جوين المركع هدي أي أرنتو أنت كسر كيسود إسلوة دي كرتود سكوسة سوي كرتود كلا قنعين كرتود كلا دوي كرتود كلا فرسمين كرتنا يل الله وضع مصل حاج جمع والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال شيء نسيت حبق الله فرتني تدبا وحلي سائل كان وحلي هاي دكان دنا العقبة إيدي بتنا عن دكان كأقول دري أنا جانا دكان كوان بيشا بيل كاس عن دكان كقاضنا يوحد بأهمية كتيرة هذا بوين بكتير ميدان يرين أيها كتير تجارة ده هي جنا عصب وعلومت هذه أديك تجارة كو خاصة أيتها دكان كو خاص جنا عصب هذه كو خاص أنا لقولا ولاكن سيداتون تقول تصر بيل كقاضو واحد عنده كقاضو هذا إسكاله لكن مر بعدي ماشى يكون شرط حق بني آدم حولا أتكون شقين إسم ماشى شراء ضد بشركة كلاء مر كاسي صاد عنده أقوم التصرف كرت الدكان ما بنانا إن أديل كاجا كقاضو واحد إسكال جرتو بل وحواجبة مر كهور العقد الوجود يبين يي إن هشيس كشان هشيس كاس او اد كو حقادنايسو اما فائدته سو بخايس باسنتي كميد نسبه كميد اما او كو قادنايسو مشهار جوقتا اما هل فائده اما هل خساره انو مشهار بان قادن حولهم وان كو شقين مشهار نو قا اجير بان اما ما هي حولهاني وحي سو سارن هدي فائده بان بقول كيبا انت لي ادغونا بقول كيبا انت صليت هشيس نوع عصر لو وضع قاب مد ويا لو إن أدمر كهرباء قوة ده هو الكشان وإنت العقد بقى إذا نسود يبين بوين هشيس كاسي تشرو هشيس كاسي هدو تشرنا وين أتكا إلى لس هداد مشهار قادني سنة مشهار كأكو أكو هداد فائدة ده وحكس جي سينة فائدة ده أنسب هداي صباح لكن مصروف بانس كاسي قرانا يعني وصومدح كردين درها سمال كي دات كبنت يا وصومدح كرت فايدة دي صوبة حضرين أدو قادتو مصروف كاق أي نقط وحالي لذا جهالية غرر باكو جرا جهالة دون عقود وي بوريساء خاصة عقود مشاركات كي مضارباتك لابد واني عدد هاي قابك وحلو قيب سنوي هدي هشيس كاسي هو سنجيرون والعقد اللي سيكا ليبا وكو شقيق لغو يلي هشيس كي نيهوري كو هذا هو القشين بابا بادي لمرك عقدي قصاص هذا سيدي سبب شرع هذا وما فقصناه سيداس دراد ديل مسك قران كره وبيل كي يقول مكة قادن كره هانتي لقولا ليه جوابته مياه
وإن دتكي هنتين الله وحقوان أتكوه شيسان وحي أتكوه شيسان وإن أد إلى لسوا والله أعلم. جزاك الله خيرا. سؤالنا سدح بقول أفرتني سديد وحليه سائل كان السلام عليكم صلاة الصبح وحي ليه ذهي اللباء أذان كيبا صحة إن لقدروا كلمة الصلاة خير من النوم. أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح إن لقدر الصلاة خير من النوم بعد الحي على تي حي على الصلاة هي حي على الفلاح قداش إن لقلية الصلاة خير من النوم. حكم إذا حديث تحديثك أو محظورة حديثك بلال حديث عبد الله بن عمر حديث دورك صارت لمدى آذان الصلاة الصبح كيف كتشرت الصلاة خير من النوم وسؤاشا فكان نقول لابا أن حديثة لابا مد بكو إيمانيسا مد وحي ليه ده هاي آذان كصلاة الصبح ومد قيدي سو مد هراء يمد دم بمكل الشيء يسيس آذان كصلاة الصبح بيلاد حديثة قارنا وحي ليه ده هاي آذان كهراء ووحا كم إذا حديث كأبو محظورة النبي مركو بري أذانك وحو كويري وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مركز أذانت أذانك هري صلاة الصبح وحات إلى هذا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أحمد أبو داود بن خزيمي غير قد باصو صار وحلم إذا حديث كعبد الله بن عمر ويسجن أذانك هري أوحي لي كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين أذان كهري صلاة الصبح أيا وحال قلين شري الصلاة خير من النور من البقر لديه شري بها قي تحاوي غير قد وصو صاري سنة كي سنوى حسن سيدة حافظ كي شيخ الباني بإليه. طيب أحاديث تمركت في رسو ظاهر كذا أذان كهري إن لقلين يا كوسو بحيس الصلاة خير من النوم إن أذان كهري كتشرت بالظاهر كحديث تكفه ميسا. طيب وأنا سيدة أمر أيو الشيخ الألباني عليه رحمة الله ثمر مستطاب كيو تاون منها أيو وحرجح يا إن آذان كهري لك قليو. طيب وحاجرة مذهب كشافعي ومذهب كمد الصومالي دا مذهبان وهان شريع أما هو مركات كتبتي سكول لابطو إمام كشافعي يأرددسي من الله جماعة يو كان هرمي على الجلينا مسك الدم بال الجلينا على جماعة يو لكن أصحاب تيسي مذهب كأو أذيك علماء ضعها سيد إمام النووي ومجموعة كل يشرح المهذب كأو حلية هاي مرك هذا الإطلاق أصحاب تلفيريو وحالق قادنا يا أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده وحالق قادنا يا شافعية علماء ضوض هذا الكي مسألة كرهين وحالق قادنا يا آذان كهرئي كالدنبابة إن لقليني كان هرنا ولا قلين كان دمنا ولا قلين. طيب مركزو حسو قوريي أبو محمد البغوي صاحب التهذيب إن أويري هدي كهرئ لقدره كان دنبال لقدره ماي في أصح الوجهين مركا حنا بلادو إيغو سيدا شيخ ابن عثيمين على رحمة الله غير كيف أي مريان حنا بلادو إيغو وحي قبان آذان كالدنبار لغو دريا وحديثة آذان كهوري لوحي كوضان آذان كهوري وآذان كصلاة الصبح كان دنبار أقيمادا لغوضا أقيمادا آذان والي لحدا وواكي حديث كالنبي قو أها يا محو أهاي ما بين الأذانين ما بين كل أذان صلاة صماين لبا أذان أو كست صلاة ضوء بحيس لبا أذان محل جواد بمعنى أذان كيو هي أقيماد على جواد حديث وحي كين يان أقيماد أو أذان لغو مجحاب مك وحلين أذان كصلاة الصبح الضمبة أيا لغو دريا الصلاة خير من النوم. المهم مسألة ذو ومسألة أن أتكينو فيها سعة هديك كهرا لغو درنا ديب ماله هديك الضمبة لغو درنا ديب ماله يا هدي الله وضع ضلوا وضع درانا دي مالي مسألة يا إمد اسكو خلاف صنايين حديث تنفهم كذي دلالة دي اسكو خلاف سيهين يضعوا كلمة سيش نوعا وكلانا مشكلة مالي ماشي لك قليبا دي مالي إن شاء الله تعالى والله أعلم.
جزاك الله خيرا سؤالنا سد حبق الأفرتن السقال وحلي سائل كان السلام عليكم شيخو وحن لي هاي هالحس وحن يقف آد وقدر أن حقق قشة أود أن حاسك لك قرصة مليه حلي يدا أي قبر معذور كتهي أما أي ومشى تهي هديا نود القادم ويمليه كرا حاسك إيجا تالي بيها إيجا سو صار قعنت هذا أما شركا جمل كمدة أني كمدة وأنا هين محل كترنكا دمله طيب حضيبه كو انفعيس اهلا وسهلا استمناغا وبيها ان نينكو غعانتي سيساقا كيانو كاس لما وقلو ما بوابنانا حيالي وحكور امانيا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك وعن حاسنا هين الدون تعدين أنا هين نيكي شهوة إساقك يناي واحد قد بيب قال لي تبارك وتعالى تامرك وانينكو مركو تشيركي سأماك عانتي سأستعمال ايو واستمناق لي لأما السيقي سيقو عن إدان سمعليب أما إنو حاس كيس تشيركي أما قعانتي وإساقك ينو واحد بملا طيب معايلي شرع واحد دي مجرو استمتاع مباح ابو كمليه النبي جنو صلى الله عليه وسلم سيد البخاري ومسلم اي صارين من حديث عائشه وحيليهن دمر كالنبي صلى الله عليه وسلم كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم دمر كيسه مدود وعاد قبط حدود دمع النبي صلى الله عليه وسلم إنه تتابته وهو أمر تشري مركي عدده كعصبته باللوته ويسيحوك بضن وقصعته مرق قنتبو لي تشري يعني انت عورضة مرق قنتبو لي تشري كدب النبي صلى الله عليه وسلم تشير كيدا كالي وتتابن تشري رسول صلى الله عليه وسلم مركا تتابع شضا محاكا دلني إن حاس كيسي تتصب بيك إيمان مايا مركوا واستمتاع عايز كبنان تتابع الشداس محوقة هاي يساس تردد بأهل العلم أي مسألة ده سي خاصة بأطاب تنبا وإليهين ننكو إنو تشيرك حاس كيسا ميل آن أهين ميش اللي دي دي ننك اللفتي سميش عاو يسكا صرير صوما وميش إيضا الصحراء ده إذا تاس وممنوع حديث فربضان باكوتي لكن ميشا وحنا هين إنو بي إساقا كيانو وشاوة دي سكو قوتو ويسكبنان تهاي الإمام ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج كوحوكولة يهاي إمام كي شافعي وحوكولة يهاي إن كعانتا هوين تيسا وننكو بيها إساقا صوصارو وحولة يهاي ومباح ويسكبنان تهاي وكذلك هو حسيدا سوكرا هي شيخ الاسلام زكريا الانصاري امام كي سجن الشافعي جاها الغرى البهيه ويسجن روحو كولي هي انو حاس كي سجعانت اذا ما تشير كي سجا صوصاره وي بنانت هي علما كان الاساس وقال له مركب مساله ومساله قبل ما مساله اسكبرناها والله اعلم جزاك الله خيرا سؤال هنا سدح بقول يا كنتن وحليه سائل كان السلام عليكم قف بائي مت وحنسمي عنتوق عنتدينا ويقديري aniga waxaan iri ila xilahayga ayaa iga furan hadii aadan cunin cuntadan isagana waa iga diiday sidaas ma iga furan tahay xaaska Soomaalidu xilaha iga furan taas waa dhaqan ay u leeyihiin markay doonayaan hawsha inay adkeeyaan inay ila waxa xilahayga iga furan iyo xilaha iga furan hatta dhaarta way kala culustaa ninku hadduu wallahi billahi tallahi la allooga rumaysanna وحال لي هذا الورك عندنا جدا هي كل حلف فرب على لي كل حلف حلف هاي فرن هطوبة بس وين مرك ور إلهي مجد عيسى كون حلف الله فرها يه مرك حلف الله فر يه الرير كله فر يه إقام كله استعمال يه علم ذو حيوية قانون ونوع على إرادة الطلاق المعلق فريتان كرير كاجا هذا شيء كحبه وحاسي هضي دعان يبلا دو يمادو هدي وحنتا دعوني ويدو هدي يدى قريق كشو هدي بحضو
طلاق معلق على هذا هدو أني يودو فريتان مركو هذا الكالية هاي وحالي سلو أقول يا هاي فريتان هدو سنية طلاق هذا الكالكودهن لكنه دون هاي إنه شيء كبر يروح أما كجهر استاجو أو سيدي معنى طار أو كلا استعمالنا جماهير أهل العلم وحي قوان حتى حال دا ويفرميسا ابن تيمية إيو ابن قيم رواية عن الإمام أحمد ما وحي إليه مركز كفارة اليمين ينقونه فعنو كي ذا يمين بين نقونه كفارة إذا كان لازم يسا طلاق من نقونه لأن معنى هو معنى يمين أو لفظ طلاق لو استعماله سيداس درادت فريتان ما أهب إليه هدو سنية فريتان هذا الكبولهين لكن جماهير أهل العلم وحي قبان سلفا وخلفا حتى هدو سنية سنين ويفرميسا وحي بفريتان كاللو وحي هدو دعوه ويفرميسا نين كان أتري هذا الرجيم كيقعون إلى هاي ضلاقا هدو الرجيم كيقعوني واي سلانتي وكافرنت سيداس الله بدين والله أعلم الله خيرا خير الجزاء سؤال شيئا سدح بقول كنتني يكو وحليه سائل كان السلام عليكم شيخ علمي ما كبر انكرا آل دهن عصري هدي أن وقت أوايا إن أنه فريست علم علمي شريعة هذا إلا الضلب أو الروح الراديو وفريضة يا واجب مد عيني الروح البلغربة يمد كفائي وضدك قاركود إن إلي ما دني واجبته أصل كعلمك قاد الشدي سنة وحا أصل التلقي إن آد مشايخ ذا يعلم ذا التوس وقاضت ساسا أصلا محايلي ألا مركو سودة چيني وحيقة دين تن مركو سودة چيني جبريل با توس وقمقلي سوما الله جبريل با توس وقمقلي جبريل نسدو وصو وذي نبي محمد باكم قال يا ما قلبي يسوق قلي صلوات ربي وسلام عليه نبي محمد نوحى توس وقاتي صحابتي سي صحابتي نوحي توس وجود بين تابعينتي سيدا سا علم الوكا لقاتو اسور فريسي يقول ان اين توس وقاتو قاب كاوي اسلوب كصحدا علمك اللوقات وقاب كا مباشر كا لان ذلك علمي برنا ياي رادينا ياي مركو شيخ هور فريستو اسقو هور فدي علمي كقاتاي مادد علمي وحكب مهم سنبو شيخ كقادنيه ومحو يهي قاب دقنكا يا آدابتا يا أخلاق دا شيخ كموقتا أرضيكو كو أركيو ودرسي مهم ولغي أبا مادد سو قادنيه بينا يقو مهم سنته هدو مركا عجل أما او انترنت كاقاتو واللومي قيب تاس مهم كا واللومي ساي وينشا وكبحيس جواني بدن التطبيق يو ويلي ذا هايو شيخ او كاقادن لهابا ايقان اللومي اما روح هدو اما انترنت كاقاتو اما عجل كاقاتو اما سانش شيرميني با وحوكو سو بحيا هدو حتى اقون تايشو روح اقون له لكن ادب درن بنقونه روح أقول له لكن إذا بدر معي لي هدو الشيخ ستو سوق قادم لها احترام بعلمك قادم لها لكن ما دام الشيخ يسوع عجل نقضي عجل كمركو دقي سنة يقابك ولد رقم هي بعلمك يدتك سنة ولد رقم هي عجل كمركو دقي سنة يسوع ما احترام بدن بعضو هايزا عجل كيو هلا هيو الشيخ يدرسي قول بو تلفون كوس ودعو معاد سميني يا سو اسكا اموزين بيس كد بسو دنا حاجه قبسل بيس مركا الشيخ مركا ضربتنا اد اموزينيس مركا دونتنا اد كحلينيس الشيخ نوع عاصم مركا علمي كا قادتو سو ددكن نوع اول ولا دقم ميس وا ما انت ميد تاغان واحد يعني طلبه العلم جا انت بدن اجلدها اي انترنت كا اي تكنولوجيا داسي وحي سهش علمي كو قاتاي انت بدن مركات سا واركته واحد كدريمي انو سن علمي او سن علمده توس او قادن هاي القاب دقنتيس ادب درفر بدن احترام درايه وانين عجل وسو تربيه وا سداس دراده علمي اناد فريستو توس او قادته ايا مهم احداد هلي كريسو طيب
مدة لبعض ويا مدة كله مرك علمي قال لك قادنا يو بدون واسطة لقو قادنا يو فحنو كيدا بواسطة لقو قادنا يو أنت بدن لحني بدن بأرض يقو قاتا لحني فربدن يفهم خلدن أيو حكو قاتا عدي أصيح لهيدنا مرك لما تشوف المهم هذا هلي كرتو إن شيخ توس علمي قو قادة تعجل هول لحني إنترنت هول لحني علمي قو توس قادة وفريسة مجالس ديس هذا دويدة صوما وشيخ هاد كقادن الله يدويدة بقى يا دنين بيا واي جب جبيسي صوما مركا ده يبقى كوسورة بويان سي الله سيدي أي كوسور تقلتها علمي قو قادة مركا عجل كقادة وإنترنت كقادة ومشي هاد كقادن كرت كقادة لكن كبر روكسنو سلبيات كأيلة ده هاي أسلوب كنوع عسى علمي قلو قادة إسكنا كب فوإسكي لالي والله أعلم جزاك الله خيرا سؤالنا سدح بقول كنتني لبو وحيلاد هي قبضنا السلام عليكم وحن كشق يا قبها ضمك اللجوء قرحيو أما اللجوء عدايو العكت يجس وكشاي محلال با وحد قبطيك وحرنت العكت وحي كحرنت هاي وحقك قاضنا يسوع موحش رعد وقشاي با مسا وحش رعد وقلي هدي وحش رعد وان وقلين أتكو قاضنا يسنا وحد قاضي وحرا waxaad sameeyneysid ku qaadanaysaa mushaharka ama dadka lacag kaga qaadanaysaa duu wax sharci ah oo qoshayna waa xalaal hadii kale waa xaraam sidaas weey macna tayib oo ma xaraama oo xaraama midalan shirka midabkiisa in la bedelo washmiga ama tagyir khalqillah in aad dumarka jirkooda intaad bedeshay midabkooda sida aad xoolo kaga qaadato waa xaraam xaraantana dambi baa ku dheer xaraan kelime وعلم إذا مثلاً إن عورض فيدو دمرك واحد شراء مركي يجو وده شجعان قيبا يسكر كي كران شير كده يقيبا الله قلهم مرك الروح أو نوع وكرعه ولا هوى أما وكرعه نوع وكرعه بوفيسة بوفيس كمال والبو قلامك بوفيس كحتى يسقرحين تو قلام قارب واحد أركيسة أنا ماركين ودي إلا أركب مفضودة لكن ضدك إيسو شيء شيء وحي ليه من مرك قارك حتى وحال قرحين يا حبين كترن كيا عورضا مغلدة دا ماشي كتال هل كذا من مرك قارك لا لا هذا يا ليه إن لا حرب ولا قروح يلا طبعا مرك عورات في دي وعاد الإعلانتي وعاد حولك وقادتي واحد كقادتي وحرام سامح كشف العورات وا إن مثلا مواد نجاسة استعمالها يسوى واحد دتك وقصة ما هي نسي مواد نجاسات إن تيم مواد دتك بديبه يسوى عافمات كذا ديبه إن مثلا تميه دمر كتمك لو كذا بقبط وصلك حديث خاص كقصارو عليك قاب كأدوش قين يسوى يدتك واحد قبنا يسوى وحكي قادنا يسوى هدو شرع هذا وافق سيه هنا واحد قادته وحلال هدو شرع هذا خلاف سيه هنا واحد قادته وحرام سيداس درادد وحا مهم شقدا سو كلا ددك حياي اما ددك كغن عصنياي اني برتان زينده شريعه او غشاي واته ميد اي ديدنت هاي سي واته سي غن عصغودا او غدغان وحلال والله اعلم جزاك الله خيرا سؤالنا سدح بقول كنتني سدح وحليه سائل كان السلام عليكم شيخ وحان ددك مقلي ايغو ارنيا وكراهيو ان ليس كوسد بشه محرم صحبا أصل أجران ماي وركس بل وحكم ليهاي من الطيارة المحرمة باصيسي هي شر صاداشي بل صاداشي وحلى لذاتنا وشرع عبدي إن هذا وقت ووقت هذا كم إذا أتي هذا هدي وحلا الصمي أما اللي يقول هذا أما إلما أورقلو أما الله صفره بلا يدعي ويا كوشي أما ميرها قارك الله باصيست أما حيوانات كقارك الله باصيست طيارة لا إله هذا الطيارة شرع عدن وديد نبي جن وحول صلى الله عليه وسلم حديث كأبو هريرة في صحيح مسلم لا عدوى ولا طيارة ما تشير توحص باصيس مخلوق إلهي وح باص قبل ما تشرو زمن باص دنيا قبل ما تشرو مال باص دنيا قبل ما تشرتو معه هاي حيوان باص دنيا قبل ما تشرو وحلا باصيس تاي ما تشرو بنبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين وحليه هاي نبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له
نجمد معها روحي وحباسيست أما الله باسيو يا والله فعلنا يا حلالي يا مايا تن صوما كل بروج ما هبالي هجورسني بروج كينا كل دوان أرم حيت بروج كني بلايد آخر نس ها مركا أما ألوغو باسيس أما ألوغو باسي نبي يقول لك أنا أسامي 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 أنا een su'aashayna 350 afar wuxuu leeyahay saailkan assalaamu alaykum sheekh waxaan ka shaqeeyaa markaas islaami ah oo aan dadka ku barno quraanka iyo culuumtiisa waxay waalidiinta qaar kood ii keenaan si gooni ah hadiyado qaali ah laakin maamulka markaska ma oga maadaama hadiyadahaas la igu keenay inaan halkan ka shaqeeyo waxna soo saaray darteed ma ii xalaal ba maadaama aan leeyahay ogeyn waxa la keenayo centerka ama markaska waxay ku xidhan tahay ruuxa baxsanaya ama keenaya qasadka u leeyahay mar waxay noqon kartaa waxa la keenayay hadiyadu in markaska ama centerka lagu taageerayo mar shaqaalihiisoo dhan baa lagu caawinaya loola qastaya bar waxa dhici karta shaygan la keenay inuu sabab u yahay markasku sabab u yahay hadii inta ama wax la mid ah ay tahay adiga si gooni ah uma qaadan kartid markaska loogu talagalay xaruntana loogu talagalay masjidkana loogu talagalay dadku ku sadaqaysteen adiguna waxaad ka tahay macallin ama shaqaalad ka tahay si gooni ah uma qaadan kartid laana meeshi loogu talagalay ma tiid adiga kaliya ma ama waa lagu leeyahay ama lagu ma batal gelinba laakiin hadii cid keenaysa muxuu ahaayay abaal gudka keenaysa ama wax tarkiya dacmiga keenaysay hadii uu ula jeedo shakhsi muayyan ah oo markaska ka tirsan in uu ku caawiyo ama uu ku dhiirigeliyo macallin muayyan mesela oo si gooni ah qolo maamulka ka mid oo si gooni ah ee waxa kale hadii cid gooni ah uu ugu talagalay ruuxan bixinaya cidii goonida ahid baa iskale marka adiga loo baahan inaad kala ogaato dadkan ayay ugu talagaleen hadii waxaan lagu talagalin intaad qaadato oo lagu talagalay xarunta aad adigu si gooni ah u isticmaalto hadaw xataa nin isbaara dhigtay baad yah waxa uu isbaara dhigasho waxaan meeshii lagu talagalay waa inaad geysto wixii adiga si khaas ah lagu talagalo lagu siiyo oo cida baxsanaysa ay niyada ku baxsato adiga iskale wallahu aalam jazakallahu khayran su'aashayna 350 wuxuu leeyahay saailkan assalaamu calaykum sheekh xadiithkan كسو أروري فضلك بش محرم صحبة وأرنية من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل يحرم عليه النار أحترم أواز يعني حديثك حليه وركب أحاديث ما بوري روحي التهنية دي أما أقوم مبارك هي بش فضلك بدن محرم ضدك أقوم مبارك هي أقوم التهنية دي نار تاكوركي سحارانك وروحه حديث من نقنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربن بيلاد ربن اي مضى الصناعه على حديث ايغو سند بفيري ما مركا قاركود وحي كلا غران جيرين هادلك سيدن او يالاي انو سن لهين ددنكي هادلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركا وركني ور جيره ماها كتبت السنه دنا وحكو يالا ماها تهنيدا بلاها يو زمن كي حلي يضل يسقو تهني يدينا ومسألة صلهان إسكبنا لكن وح نصي حديث قوني وقصة أروريو ما إياها سأستردد وحشر ماها هذا الكاس حديثنا ما والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال شيء نصدح بقول كنتني لح وسؤال شيء نود من سفدي إن عاوة وحلي سائل كان السلام عليكم شيخنا ما صنع إن صفك جناسة الله قدجو سدح صف خير الله كسي جوابت وها وسنة إن صففك صلاة الجنازة الصدح لقدبه لو حديث باكوس عروري حديث وحديث كسلام كوكا فتوم إن مالك بن هبيرة
رسولك وكورنا صلى الله عليه وسلم ورسولك وحر إمام مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وفي لفظ إلا غفر له مجر روح مسلم ودمانية أو أي كوركي سكوت كنيان صدح صف أو مسلمين تكمل إلا هدي لهلو وواجب سدي أوجب رواية كالوحي لهذا هاي واللود دم بدافعي مركا صدح صف إن لقربه وسيدي مالك يا إمام بدن السمين كرينا يو حديث كمكو عمل فليا حديث كوحا صوص علي أحمد يا أبو داود يا الترمذي بن ماجة وصحيحين يا الترمذي وحنوش يا حاكم بصحيحين يا ذهبي بكو وفقي الترمذي إمام النووي ويتحسينين يا حديث كاسي مركا يا حديث كالو شاهدوا أبا تشرا وتلمام يا صفوف الجنازة إن صدح يا وحي كبدن لقربه يعني حتى ضدكو هدي يريهين سيدا هو سمين شري ومالي أي ماذا سمين شرين تدق هذا يريهن إن حتى الله والله والله قد يقول لكن صفوف تصدح النقطة حديث كسرت مامي يعني الروح أن لوجت كان يو أي واحد أولى هذا هاي فائدة سيادة دم داف يو إن خير هو أكتبه أي كذا لنا يا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.